السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تحفيل بعض الزملكاوية، عايز أقول اقرع ونزهي، عايز اقول ان التحفيل ده اقسم بالله الواحد ما حس بيه ولا اثر فيه ولا في دماغه لسبب بسيط. انا كنت بلعب البطوله الثالثه، عاوز احصل البطوله الثالثه على ثاني بطوله افريقيا، عايز اخد ال 11. انت من 21 سنه ما خدتش بطوله افريقيا خالص ولا شمتها، انت جاي تتريق او تحفل عليا؟ انت فاهم ملوش معنى هذا التحفيل. لكن عجبني تعليق حلو قوي حبيت انقله لحضراتكم من حساب محمد، حساب باسم محمد الفرماوي. قال لك ايه على تويتر؟ يعني بيقول لك ايه، من اعجب الامور اللي شفتها في الكام ساعه اللي فاتوا احتفالات ورقص زملكاويه بخساره الاهلي اللقب اللي احتفظ بيه اخر نسختين واللي محققه 10 مرات. امر عجيب لما يكون اخر لقب ليك من 21 سنه من ايام ما كانت علبه السجاير ب 160 قرش، ورايح تقلش على فريق معلم عليك في نادي القرن ومباراه القرن. بس هنكتفي بهذا التعليق ردا على بعض الزملكاويه اللي من امبارح في صفحات كبيره يعني الزملكاويه عماله تحفل. عن تحفل على ايه؟ انت مين؟ انت فين؟ انت في انت ليه؟ انت اشمعنى كما قال الديف احمد في فيلم بتاع عروسه النيل؟ انت ازاي؟ كلمة والله حاجات غريبه. يعني فوزي رجع ليه وقفه معانا طويله في هذه الحلقه عشان تصريحاته الغريبه عندما تتحدث العاهره عن الشرف. تعالوا بقى نتكلم عن احمد فتوح. واحمد فتوح بيقول لك بيتوارث في صور منتشره، ربنا يشفيه، احنا لا نتدخل ولا نتدخل في النوايا ولا نحكم بالنوايا، لكن زي الراجل، راجل موجود وراجل دماغه موجود ومتصور. لكن السؤال اللي لازم اساله، يعني المفروض احمد فتوح يكون في المعسكر، معسكر منتخب مصر ده المفروض. احمد فتوح بيقول لك راكب، وهو راكب عربيته رايح يقضي اجازه كده سريعه في احد المدن الساحليه، كان رايح الجونه تقريبا، عمل حادثه ودخل المستشفى، عمل كام غرزه كده في الراس وبتاع. طب انت ايه اللي مداك الجون ده؟ انت المفروض تبقى في معسكر منتخب مصر يعني. وبالتالي تم استبعاده من المعسكر بتاع منتخب مصر. الاهرام الرياضي، الغلاف بتاع الاهرام الرياضي، صوره الخطيب مع انفانتين ومع باتريس متسبي وهو بيتكلم بيقول اتس نوت فير، ات از نوت فير، ومكتوب بفعل فاعل خساره البطوله بفعل، وفعلا بفعل فاعل اللي حصل ده يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم الاحداث اللي حصلت كلها، مش عايز اتكلم عن بيتسو موسيماني تاني، خلاص انا قلت اللي عندي. لكن الناس اللي فاكره ان انا بتكلم عن موسيماني بسبب مباراه الامس تبقى ناس طيبه، مع احترامنا ليهم والارائهم ووجهه نظرهم، انا بتكلم تراكمات بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي فاتت كلها لحد، واللي خلاني اتكلم اللي هو خلاص ما عادش في حاجه بقى نخاف عليها. ما يعني كنا بنخاف من عدم الاستقرار واللعيبه وبتاع خلاص القصه. فبالتالي النقد لازم تنتقد بقى شغل الترقيع وان انا اساند واعمل وفي النهايه ما فيش حاجه. فالقصه يعني انتهت، اتكلمنا فيها بما فيه الكفايه. مباراه مصر وكوريا هتكون يوم 14 خلاص رسميا، المباراه هتكون الساعه 8 مساء بتوقيت كوريا، الساعه 1 ظهرا بتوقيت القاهره. عمرو السلاب الامس في فيديو انتشر ليه وهو بيرمي الميداليه، وبصراحه انا عجبني التصرف بتاع عمرو السليه لان الاجواء اللي حصلت انا قبلت ان انا العب، لكن كنت منتظر احترام وتعامل محترم من قبل بعض. سيبك من الكلام اللي انا بقوله، مش هتسمعه في التلفزيون المصري المحايد الاعلام اللي هو ضد النادي الاهلي يعني. لكن زي ما كلكم شفتوا حسام غالي وانفعاله بالامس، امن يمنع رئيس نادي الاهلي الطرف الثاني في المباراه من الدخول. ها ده وبعدين ده برضه مش هتكلم بس على الامن، فين وزير الرياضه المصري في يكلم وزير الرياضه المغربي؟ فين رئيس الاتحاد المصري في كلامه مع فوزي رجع؟ عيب اللي حصل مع النادي. كل هذه الامور لا تليق او لا يشرفنا بقى ان احنا ناخد ميداليه في وسط هذه الاجواء الموبوءه بعد الاحداث اللي شفناها. لكن كان كل الكلام قبل المباراه قصه فساد الكاف وبتاع والتعاون، وقلنا المغرب شيء، لكن اتضح ان فوزي رجع وكلامه النهارده يوضح انه قد ايه الحقد. الحقد انا جاي لكم في كلامه بقى والرد عليه،
عندما تتحدث العاهرة عن الشرف فوزي لجع. فبعض الناس بينتقدوا التصرف لعمرو السوليه اللي عمله ورمى الميداليه منهم الخضري، الخضري برضو احد الزملكاويه الفرحانين بهزيمه النادي الاهلي، ويطلع يتكلم بمنتهى عيب اللي عمله السوليه. مش عيب، هو الراجل هو حر، مش استلم الميداليه بشكل رسمي، هاخدها وارميها في الزباله وانا ماشي، انت ليك فيه؟ هو كان بيتصور قدام الكاميرا، اخدها واديها لا، طب ما اخدها قبل كده حد واهداها لاحد الجماهير، هو خدها ورماها. هل النادي الاهلي عمل زي فريق الزمالك ايام ما رفضتش تستلم الميداليات وقت من الكاس؟ اصل احنا ما استلمناش الكاس وطلع ناس معرضين يطبلوا لهم، اصل كان في وقت مات ومش عارف ايه، لما رفضوا ياخدوا السوبر من او خسروا الكاس في مباراه النادي الاهلي ايام فايلر، لما جه قال لك الطفل الصغير اصله مات واحنا تاثرنا، ما قلتش عيب لي، لا قالوا برافو موقف جاي من لعيب نادي الزمالك. لا، فاي واحد زملكاوي هيتكلم عن اي تصرف للنادي الاهلي مش هيبقى حيادي ولا هيبقى منطقي، وشهادته هتبقى فيه مجروحه 900 جرح، يعني مش حبا لا كرها. بالنسبه ل بتاع صن داونز، مدرب صن داونز ايضا رئيس الاتحاد الافريقي متسب، واللي كان بيحكم للازم امبارح كنا معتقدين ان هو جيد، قلت حضراتكم ما كانش فيه قرارات مؤثره واحنا بنعلق، لكن قرارات شفت انا وقلت في قرارات خدها غريبه، تضيع للوقت غريب. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي على طاهر ما لمسش كان ممكن يغير مجرى المباراه، دفع شديد لهوليد سليمان فرم، فبرضه جوميز كان عليه علامات. هل جوميز اتاثر بالاجواء المحيطه والضغط الجماهيري؟ فانا مش عارف بصراحه، يعني حتى الحكم اللي بنقول عليه كنا بنقول عليه كويس طلع زي الزفت يعني الكاف طبعا. فالنادي الاهلي راح واستلموا وما خدوا الميداليات في ايديهم ما لبسوش على رقبتهم. فبيقول لك مدرب صن داونز بيقول والله موقف النادي الاهلي وما حطوش موقف غير محترم، وانهم ما خدوش الميداليه حطوها حوالين رقبتهم. يا اخي حطها في جيب، خدتها ولا ما؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ قال وانا لازم احطها على رقبتي، خدتها انا حر مش هلبسها. قال انا اكبر من ان انا يا سيدي اخد المركز الثاني، لكن عشان المراسم والاحترام والبروتوكولات بتاعه الكلام الفارغ بتاع الفيفا والكلام الهاري ده. موقع البطوله المغربي للاسف الشديد احد المواقع السفله السفله السفله، واحد المواقع اللي بتثير الفتنه. ها احنا فضلنا بنتكلم باحترام، واي وطبعا احنا بنحترم اي واحد بيجي لنا هنا في مصر، لان احنا كبار والكبير هو اللي بيحترم الاخرين، سواء اذا كان الاخر ده يستاهل الاحترام او ما يستاهلش الاحترام، لكن انا بتعامل من منطق ان انا كبير وكبير لازم يكرم الضيف اللي عنده ويعامله باحترام. انت النهارده الواحد جاي داخل بيتك سواء قليل الادب او مش محترم، ما انت هتتعامل معاه باصولك انت، باحترامك انت، بادبك انت، بتربيتك انت، احنا اتربينا كبار. فاي واحد بنقابله بتربيتنا وباحترام، سواء كان صغير او كان كبير، سواء كان تافه او كان ذو قيمة. بطولة موقع البطولة المغربي عامل في فلتر موجود، معرفش على اي برنامج، بيخليك وانت بتتكلم كأنك بتعيط او ممكن تضحك ويطلعك صورة وانت بتعيط. جابين صورة الخطيب مع باتريس متسبي وجنبه سعيد النصري، والخطيب بيقول باتريس متسبي ده مش فير، اتس نوت فير، فجايبين عاملين الفلتر على وجه الخطيب وهو بيعيط يعني، وكاتبين الناصري ان تتوج في اخر الموسم وتحصل على ما تستحق فهذا يسلق الصدر. منتهى السفاله ومنتهى قله الادب ومنتهى الـ يعني القذاره اللي بتثير الفتن ما بين الشعوب. فانت بتتكلم عن قيمه وقامه زي الكابتن محمود الخطيب، لا اتهم في قضايا فساد زي سعيد النصري، ولا اتهم في قضايا رشوه ومعاملات ماليه مشبوهه زي فوزي لجع. مش انا اللي بقول ده، انا جاي لك موقع هسبريس المغربي اللي اتكلم. فاكرين طبعا سعيد النصري رئيس نادي الوداد واهداؤه العربيه لاحمد احمد رئيس الكاف، ده الفساد. وطلع الاخ بيقول لك الفساد كان في دول مسيطره على الفساد، الاخ فوزي، لكن جاي لك دلوقتي بالتفاصيل بتاع القضايا بتاعت الفوزي لجع. يعني انا عايز اخد رايكم في قصه بدري بنون والصوره اللي انتشرت ليه وكلامه عن انه بيهني لعيبه نادي الوداد بعد البطوله فوزهم بالبطوله. اولا ده مغربي، وتاني مره وثالث مره انا شايف ان ده تصرف طبيعي. ما بنشوف ريال مدريد وبنشوف اللعيبه الثانيه بيهنوا بعض، والكره رياضه مكسب وخساره. لكن كنت من المنطلق الطبيعي مثلا ان انا اشوف ان لعيبه الوداد تواسي
لعيبه النادي الاهلي وتواسي وبدل زي ما بنشوف اوروبا الكسبان بيواسي الخسران مثلا، ها لكن انت تروح لحد عندهم انا شايف ان هو غير لائق شويه يعني. لكن في الاول وفي الاخر هو مش ابن النادي الاهلي يعني، جاي يقضي يومين وكل عام وانت طيب يعني. لكن كنت اتمنى انه خلاص باركت لهم في الماء، لا لكن تخش غرف الملابس والصور، لكن هم سربوا الصور. منتظر رايكم في قصه بدر بنون، ورايكم في اللي حصل من بدر بنون، هو قال هو جيد لو ام هو سيء. بالنسبه لفوزي لجع بقى، فوزي لجع زي تاني وتالت بقولها، عندما تتحدث العاهره عن الشرف، فوزي لجع المتهم باستغلال نفوذه في الاتحاد الافريقي بتكريس ممارسات مشبوهه. فوزي لجع قال لك في تصريحات، زمن الفساد الكروي في افريقيا انتهى، زمن الهيمنه اللي كانت على الكاف من بعض البلدان وتمكنت بواسطه هذه الهيمنه من الحصول على مجموعه من الالقاب قد انتهى. عندما تتحدث العاهره عن الشرف بالظبط، الظلم كان سائد في الكره الافريقيه، ما جعل الفرق المغربيه تقسم الادوار التمهيديه، تقسم الادوار التمهيديه امتى؟ هل كان بسبب حكام؟ هل بسبب حاجه؟ هل بسبب اخطاء؟ ها لكن ده تاني ناخدش على كلام، او في حدود دور ربع النهائي قبل ان تتضافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في افريقيا. هل من العدل ان انا العب النهائي على ارضك؟ هل ده عدل؟ قال لك ده قمه الفساد يا اللي بتتكلم عن الشرف. قال لك ايدك وقال لك ايه، ويصبح اصبح للمغرب كلمته، ده كلام قال لك كان زمن الفساد انتهى، زمن الفساد انتهى. طب تعالوا ناخد بقى صحيفه مغربيه، والكلام ده احنا اتكلمناه قبل كده، صحيفه هيسبرس المغربيه اتكلمت في 2020 يعني من اقل من سنتين، اتكلموا قال لك ايه، فضائح ماليه تهز الكره الافريقيه، لجع والناصري ضمن المتهمين. سعيد الناصري رئيس نادي الوداد اللي خد البطوله امبارح، وفوزي لجع اللي بيقول لك الفساد انتهى والسيطره والهيمنه اللي بالبلدان مش عارف راحت فين، قال لك في وثيقة مسربة فضحت كل من لجع وسعيد الناصري، بتقول لك بتتعلق بعملية اختلاس من خزائن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، واللي اتهم فيها واللي اتهم فيها العديد من الاسماء ضمنهم شخصيات مغربية في عالم الرياضة. وثيقة مسربة بشأن عملية التدقيق التي اجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم والسنغالية فاطمة سمورة والمندوب العام في الكرة الافريقية، المندوب العام للكرة الافريقية، كشف اهدار 24 مليون دولار من خزائن الكاف تم استخدامها تحت بند تطوير كرة القدم في افريقيا، لكن الوثيقة قالت ان تلك الامور ذهبت، الاموال ذهبت الى مسؤولين في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. والوثيقة المسربة كشفت ان بعض النفقات الفظيعة من ميزانية الكاف تشمل شراء شقة فاخرة وسيارة بنتلي الفارهة لأحمد أحمد رئيس الكونفدرالية في المغرب، مقدمة من مين؟ مقدمة من سعيد الناصري، ها سعيد الناصري. وتشير الوثيقة وفق المصدر ذاته أن فوزي لجع اللي بيتكلم عن الفساد، عندما تتحدث العاهرة عن الفساد، رئيس الجامعة المغربية للاتحاد المغربي والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي كرة القدم الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المالية داخل الاتحاد الأفريقي، طالب الكاف بتكاليف مصروفات والاموال اللي دفعها لجنازه والد محمد احترين في اكتوبر 2019 من اموال الاتحاد الدولي، ليقوم المغربي معاذ حجي سكرتير الكاف بصرف تلك الاموال بدون اي مستندات رسميه. وقال لك كمان في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم النسائيه اللي اقيمت من بطوله أمم أفريقيا النسائية اللي قمت في المغرب واللي تم الإعلان عنها على إنها ممولة من قبل الحكومة المغربية، تبين أنها كانت بتمويل من خزائن الكونفدرالية، ليخلص التقرير إلى أن هذا يعني أن فوزي لجع وأحمد أحمد قد خدع الحكومة المغربية تحت ستار استضافة هذه البطولة، خدنا فلوس. عندما تتحدث العاهرة عن الشرف، ده فوز رغم تحقيقات اللي اتحدث فاطمة سمورة، وكمان طالع بيقول لك ايه ده فوزي لجع، بيقول لك ايه احنا سيبنا لمصر تنظيم بطولة افريقيا الاخيرة وسندناها مقابل ايه بقى؟ هل مقابل ان هاني ابو ريده يديله صوته ويسند للوداد؟ اخص 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 على المسؤولين في الرياضة المصرية،
شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.